أهلا وسهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الرسالة الإعلامية. الغزو الصدامي لدولتنا الحبيبة ساهم في انتشار السلاح من دون ضوابط، سواء كان في المناسبات أو المشاجرات، حيث خلف هذا الغزو عددا كبيرا من الذخائر والأسلحة والتي قام البعض بامتلاكها أثناء الغزو أو بصورة غير مشروعة. ومع مرور الوقت أصبح هناك نزلاء في السجون بسبب الجرائم التي حدثت بفعل هذا السلاح. سبب وجودي هو استخدام السلاح في قضية الدفاع عن النفس، فكنت مرتبط فيه وأطلقت النار على شخص حاول يتهجم على البيت، قدر الله ما شاء فعل، توفي. طلبت الإسعاف الزبالة وسلمت نفسي. بالنسبة للحكم أنا أخذت حكم مؤبد، لكن بالنسبة للسلاح نظرا توافر حالة دفاع النفس طيح، وكانت فيه غرامة 1000 دينار وطاحت، لكن صدر الحكم مؤبد ضدي، كان بغرض الدفاع عن النفس، يعني الشخص اللي تهجم عليه بالبيت الليل، فروع الأهل وخرع الوالدة وخرع أخواتي، فاضطريت أني أتعامل مع الموضوع هذا يعني بسرعة، ما كان يمديني أفكر، خاصة الظرف كان بالليل، حصل حالة رعب في البيت بسبب الشخص هذا، فاضطرت وأنا آسف أني أستخدم السلاح، فأطلقت عليه النار، كان قصدي أني أصوبه، قدر الله ما شاء فعل، طاح وطلبت للإسعاف، رحت سلمت نفسي، تبين أنه توفى على طول. هو في البداية السلاح أكون صادق معاك لها أكثر من 21 سنة، فأنا ما استخدمته إلا لغرض محدد. أنا ما أخذت السلاح هذا عشان والله أرتك جريمة في الشارع ولا أسوي شيء، كنت حاطه عندي في البيت لحاجتي للأمان. نعم أنا كنت مخطئ في الشيء هذا، ولو كان الوقت يرجع لما مضى يمكن ما احتفظت فيه. أنا سلمت أسلحة، كانت عندي أسلحة قبلها يعني كثيرة، سلمتها بطريقة مع وزارة الداخلية، لكن بقت القطعة هذه الوحيدة اللي كانت من يعني أيام الغزو العراقي، وكنت متردد إني أسلمها. هو اللي خلنا نقول اللي زاد الطين بلح، وزارة الداخلية كانت لها شروط قاسية في تصريح في استخدام الأسلحة، زين، فكنت خايف إنه مثلاً والله لا يحطوني مصيبة ثانية، جريمة ثانية، مشكلة ثانية، فاضطرت إني أحفظه عندي بدل لا أقطه، فوقتها كانت المهلة اللي بعد التحرير يمكن بسنة أو سنتين كان في مهلة لتسليم السلاح، وكان في حملة التفتيش عن السلاح. من ذاك اليوم يعني صار عندي تردد إني أسلمه أو ما أسلمه، لكن أنا الصراحة الحين يعني بعد الوضع اللي أنا فيه الحمد لله على كل حال، أتمنى يعني من أي مواطن في الكويت إنه يقوم يسلم السلاح. أولاً الحمد لله يعني الأمن متوفر من ناحية وزارة الداخلية، من ناحية الجيش، إخواننا فيهم الخير والبركة وبيعملوا في الواجب. أهم بعد يعني لازم وزارة الداخلية مو بس تكتب في الحملات الإعلامية في تسليم الأسلحة، لازم تقدم حوافز أو مكافآت للي يسلم سلاح. في ناس متخوفين، لا زالوا متخوفين إنهم يسلمون الأسلحة، وأنا في حالتي مختلف عن كل يعني جريمتي قضيتي اللي أنا بالذات مختلف عن كل القضايا، حتى لو كان سلاحي مرخص. أنا المشكلة صارت عندي في بيتي، الرجال دش علي البيت تهجم، كسر الباب بالليل وروع الآمنين، يعني خلنا نكون صريحين، يعني الحين البلد الجيش مو حامي الوطن، فأنا كرب أسرة كنت حاط سلاح لأحمي أسرتي ومنزلي. نعم أنا أخطأت بالشيء هذا، لكن حتى لو كان السلاح مرخص يعني هل لن تكون هذه الواقع؟ راح تكون نفس الشيء. النتيجة واحدة، لكن احنا يعني اتمنى نزيد الوعي يعني في المواطنين. انا ما اتمنى احد انه يكون في مكاني، اتمنى الجميع انه يسلم السلاح اللي عنده، واتمنى من الداخلية تمدد
المهلة اللي حطوها ما تكفي. هذه احنا في الكويت يعني صارت عندنا ترسانة أسلحة نصف الجيش العراقي كله صارت في الكويت، من متفجرات، من أسلحة رشاشة، من مضادات طائرات، كل هذه متوفرة. يعني هل ثلاث شهور تبي تكفي انك انت تسحب الأسلحة هذه من المواطنين؟ لازم يمددون، لازم يحطون مكافآت للإخوان اللي يسلمون الأسلحة ويغضون النظر عنهم. يعني أنا كنت عسكري سابق أيام الغزو، كنت عسكري سابق، حصلت عليه بعد الاجتياح العراقي واحتفظت فيه حتى لما التحقنا في قاعدة الملك خالد في السعودية كان معي، وبعد التحرير مباشرة أثناء التحرير كان معي السلاح. وما كان يعني مثل ما أقول له رقم معين، أو يعني كانت وقتها الأمور مختلفة مو نفس الوضع الحالي. احتفظت فيه أول شيء كذكرى، بعدين الشيء الثاني اللي هو أعتقد أن الأهم أن عدم شعوري في الأمان. أنت عارف تعرضنا للغزو وشفنا العدو قدامنا، وفي إخوان لنا استشهدوا، وفي ناس راحوا أسرى، وفي لا زالوا فيه مفقودين. فالرعب اللي كان في ذيك الأيام يعني ترسب في نفوسنا وخلانا نحتفظ بالأسلحة هذه. أنا أتكلم عني وعن غالبية الناس اللي عندهم سلاح وللحين ما سلموه، وأتمنى أنهم راح يسلمون إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، تابعنا وشفنا بعض القصص المؤثرة من بعض النزلاء في السجن المركزي واللي كان السلاح سبب في تواجدهم بالسجن المركزي. تابعوا معنا فقراتنا من الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية، وهذا اللقاء مع مدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية اللواء إبراهيم العيسى. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نشير إلى أن قانون جمع سلاح يهدف إلى عدة أمور أو أهداف، من أهمها نشر الأمن والأمان بالمجتمع بشكل عام، وأيضاً الحد من الجريمة والعنف بشكل خاص. أيضاً يهدف إلى المحافظة على الأرواح أو تعرضها للإصابات أياً كان نوعها على اختلافها. إن وزارة الداخلية وبالتنسيق مع الجهات المختلفة وبالأخص النيابة العامة تقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تضمن تطبيق هذا القانون اللي هو قانون جمع السلاح. أن حيازة السلاح والذخائر بدون ترخيص فعل يجرمه ويعاقب عليه القانون. أنصح كل من يملك سلاح أو ذخيرة بدون ترخيص من واقع تجربة، من واقع شخص مسؤول، أن يبادر وعلى وجه السرعة اليوم قبل غدا، الآن قبل ساعتين أو ثلاث ساعات، إلى أن يسلم ما لديه من أسلحة وذخائر غير مرخصة إلى الجهات المعنية في وزارة الداخلية، لما في ذلك من خير ومصلحة للوطن ولمصلحته أيضا، وليكون بمنأى عن العقوبة التي يقررها القانون. والقانون أعطى مهلة لمن يحمل سلاح وذخيرة بدون ترخيص 4 أشهر، تبدأ من 22 فبراير 2015 حتى 22 شهر 6 2015، 4 شهور، وهي فرصة أعتقد كافية للتسليم ما لدى الإنسان من ذخائر أو أسلحة غير مرخصة. إنما شاهدتموه قبل قليل وسمعتموه من بعض النزلاء داخل السجن، لهو دليل واضح على أهمية هذا القانون، وأيضا أهمية تسليم كل شخص لديه سلاح وذخيرة غير مرخصة إلى الجهات المعنية. إنما سمعتموه وشاهدتموه حقيقة أدخل هؤلاء الأشخاص
إلى طريق لم يكن في يوم من الأيام هم يتوقعونه، اللي هو طريق السجن وتغييد الحرية. في النهاية أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه، بالقيادة السامية لحضرة سيدي صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه، وسمو سيدي ولي العهد الأمين حفظه الله ورعاه، وشكرا لكم. عزيزي المواطن، عزيزي المقيم، أتمنى أن يكون هذان العنوانان هام جدا عاجل جدا هما اللذان سيحركان فينا الدافع لتسليم ما لدينا من أسلحة غير مرخصة. من هنا، من الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية، نناشد جميع المواطنين والمقيمين بدعم هذه الحملة، حملة معا نجمع السلاح، وليبادر من لديه سلاح بتسليمه في أقرب وقت، فلربما غلطة صغيرة تدفع ثمنها غالياً.